مساء العصيد والعجين، والله ما ادرينا كيف هي. اعتصد ولا ادرينا اني اخري. لا انه المغترب مرتاح بغربته، ولا انه الشعب اليمني عايش مستريح ببلاده. كل واحد كاره، المغترب كاره غربته، واللي باليمن كاره اليمن وكاره الجلسه في البلاد، وشاعر انه مغترب اكثر من المغترب اللي هو خارج البلاد. كيف هي كيف هي، بلا يقولوا لنا ليش نوصل. لا انه معانا الشرعية سيطرة وخلصونا، ولا انه الانقلاب اكتمل وقعونا، ولا ان ثورة الشباب نجحت، ولا الثورة المضادة سبرة، ولا ان النظام السابق جزع له، ولا ان النظام الجديد حكم، ولا ان عبد ربه رجع اليمن، ولا ان عفاش خرج. ملي كيف حتى حكومة الوفاق وحكومة الكفاءات طلعه في شنك بحين، لا نفع الحوار ولا نفع الحرب ولا نفعش، ولا ان احنا سقطنا القرعه حق البترول، ولا ان احنا حافظنا على الدولار وكان معانا شغمه بنادق وشغمه اسلحه. بس حتى الكهرباء لا ان ولعه، ولا ان الخدمات الاساسيه توفره. والله العظيم خلاص ما دريناش كيف هي كيف هي، ما دريناش. حتى اللجان الشعبيه لا ان تقدمه، ولا ان المقاومه سيطره. كله عجين، ما دريناش من نصدق. اختبص علينا. لأنه الشعب اليمني مات واستريح واستراح، ولا إنه الشعب عاش. كيف هي ما نش داري. حتى الانفصال ما تمش، ولا الوحدة سبرة بالصمت، معلقين ما بين السماء والأرض. والله ما درينا كيف هي. بس لا مزوق براحة ولا عزب مستريح، لا النوم يشتيني ولا اشتي النوم. والله ما كذب القذافي لما كان يقول من انتم، ما دريناش من احنا، ولا انا داري من انتم، ولا انتم دارين من انا. ذا حين الشعب بلغت الحلقوم، والله اشتوا الحلقة الأخيرة. شي خارجوهم وضعوا حق الكويت ولا بنجيزهم، خلاص تعب الشعب تعب.